قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، قد ورد أن الصحابة رضوان الله عليهم قد اختلفوا في رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل، هل هذا اختلاف في العقيدة؟ لا، هم مجمعون على أن المؤمنين يرون ربهم، مجمعون على أن المؤمنين يرون ربهم، وإنما هذه مسألة جزئية، هل الرسول رأى ربه ليلة المعراج أو لا، مسألة جزئية، ما هم معناه أنهم اختلفوا في الرؤية، أصل الرؤية أنهم ما حد يرى الله، هذا تضليل من يقولون أن الاختلاف في العقيدة موجود عند الصحابة، نقول كذبتم، الصحابة لم يختلفوا في أصل المسألة وهي إثبات رؤية المؤمنين لربهم اللي هي محط الخلاف بين المعتزلة وغيره، إنما هذه مسألة جزئية والمخالف فيها قليل، والجمهور الصحابة على أن الرسول لم يرى ربه، وأن الله لا يرى في هذه الدنيا إنما يرى في الآخرة، ما أحد رأى الله في هذه الدنيا. موسى عليه السلام هو كليم الله، لما طلب الرؤية قال الله له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل كما ذكر الله في القرآن، هذا في الدنيا، والرسول والخلاف اللي حصل في قضية الرسول هذا في الدنيا، أما في الآخرة فهم مجمعون على أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى، وهذا هو المقصود. أما مسألة رؤية الرسول لربه ليلة هذه جزئية، سواء ثبتت أو ما ثبتت ما تؤثر على مسألة الرؤية. نعم.